من رفح الفلسطيني ينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بعد تحية بشير، مع سلسلة الأحزمة النارية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كيف تبدو الصورة لديك وتطورات الوضع؟ تحية لك حساني، تحية لك داليا. يعني التطورات الميدانية هي سريعة، خصوصا في ظل تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قبل قليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة أبراج أحمد في المنطقة الغربية لمحافظة خان يونس، مما أدى لارتقاء 6 شهداء وإصابة مجموعة أخرى من المواطنين. أيضا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة مدنية، مما أدى لارتقاء شهيد، وهي السيارة كانت تسير في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. في هذه الأثناء أيضا تقوم الطائرات الحربية المروحية بإطلاق الرصاص باتجاه المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. هذه المنطقة التي تتساقط عليها رصاص الاحتلال الإسرائيلي هي بالقرب من خيام النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف هؤلاء النازحين. على خلال الساعات الليل الماضي وحتى هذه اللحظة قصفت إسرائيل عدد من المنازل، سواء هنا في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة أو في بلدة دير البلح في المحافظة الوسطى. هذه المنازل يعني أدت إلى ارتقاء نحو 50 شهيدا والعشرات من المصابين في هذه الغارات المتواصلة. إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة والشمال وتحديدا محيط مجمع الشفاء الطبي الذي لا زال يتعرض هو الآخر إلى قصف وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما تدمر الطائرات الحربية الإسرائيلية المنازل والمباني المحيطة في هذا المجمع وتقوم يعني بتدميرها فوق رؤوس ساكنيها. وهناك العديد من المناشدات التي تصل للمواطنين الفلسطينيين بضرورة تدخل المؤسسات الإغاثية لإنقاذهم. نعم، إذن جديد الوضع في قطاع غزة وهذه التفاصيل إلى الآن أشكرك عليها مباشرة، كنت معنا فيها بشير جبر من رفح الفلسطينية. شكرا لك بشير.